ازيكم؟ بصوا، بعد ما نزلت فيديو امبارح محتارة اطلع اعمل ايه النهاردة، اطلع اعمل ايه. بصراحة حصلت حاجة لا على البال ولا على الخاطر، ولا كان والله العظيم والله العظيم ما كان في نيتي اصورها ولا اي حاجة، بس انا قلت ليه لا، ليه لا ما اعملهاش. وخصوصا ان انا حتى لما اتفرجت على فيديوهات ليها مثلا ما لقيتش ولا واحدة ست عاملة الموضوع ده. تمام، الموضوع ايه؟ زي ما يعني هتشوفوه، انا الفيديو اللي انا هحكي عنه ده هينزل بكره. تمام، انا بكلمكم بقى دلوقتي بعد ما خلصت الروتين بتاعي النهارده نهائي، ومش روتين ولا يوميات ولا اي حاجه قد ما هو ايه ده، انت ازاي عملتي كده؟ والله العظيم هتتفاجئوا. بصوا، انا صلحت التلاجة، صلحت التلاجة بمعنى صلحتها، فكيت كل حاجة، فكيت كل اللي هي الثرموستات بقى والموتور والجو ده، ووصلت بقى ليه الحاجات اللي هي المعقدة من جوه وصلحتها. وانا اول مرة في حياتي اصلح تلاجة. انا ممكن اعمل مثلا شغل سباكة، شغل مثلا بوتاجازات، مثلا اسلق بوتاجاز، اغير انبوبة، ما بلعبش في الكهرباء قوي قد ما انا اخري اغير لمبة. تمام، لكن اللي هي التلاجة نفسها اخري مثلا انضف تلاجة، لكن اصلح تلاجة ما حصلتش. ما فيش واحدة على اليوتيوب نهائي اتحداكي فيك يا دول العرب كلها، واحتمال كمان دول الاجنبية ودول الغرب، والله العظيم ما فيها واحدة فيها فعلا نزلت على اليوتيوب ازاي تصلحي تلاجة. والله العظيم كمان انا ما كنت في نيتي ان انا اصور، بس انا قلت ليه لا، وخصوصا ان في المشكله دي يعني مع ناس كتير من صحابي وناس قرايبي وناس كتير جدا، واغلب المشكله دي موجوده في بيوتنا. وخصوصا انا بجيب، يعني انا المشكله بتاعت التلاجه بتاعتي انه يعني ممكن اجيب صنايعي فني تلاجاتي يعني يصلحها لي كل شهر، وكل شهر 250 300 جنيه، ضايعه في شويه بس يعني حاجات تظبيط، لمجرد ان انت مثلا خايفه تعمليها او خايفه مثلا تجربي. تمام، انا قلت هاخد الريسك ده، يعني كده كده انا هجرب، نفع نفع، ما نفعش كده كده هنجيب اساسا فني، كنا يعني ما مش هخسر حاجه كتيره. ففعلا عملت، وعملت انا فكيت كل حاجه ونضفتها وسلكتها وعملت كل حاجه بتاعت الثرموستات. قلت طب ليه انا ما اصورش، ليه ما اعملهاش، والله ما كان في بالي. بسرعه جريت لبست حجابي وكل حاجه، وبعد كده ابتديت اصور. حتى الاضاءه مش زي ما انتوا شايفين، يعني انا هنا مولعه بقى اضاءتي فتحاها، لكن هناك بس ما عنديش الامكانيه ان انا فعلا افتح الرينج لايت، ما عنديش المساحه ان انا اقدر اتحرك. وانا في اوقات وانا بصلحها بكلمكم بقول لكم انا شايله ابني على ايدي وبعمل بالايد التانية. فعلا بصوا، هو موضوع مجهد للي عندها بيبي صغير، بس لو عندك المشكلة وقررتي تعمليها اختاري وقت يكون فيه اولادك نايمين، وخصوصا لو هم لسه صغيرين وطلباتهم كتيرة. والله بجد الموضوع متعب، الموضوع كله ما ياخدش مثلا 3 ساعات تنظيف بقى، بتنظيف التلاجة، بالتصليح، بترويق التلاجة نفسها كلها. فالموضوع فعلا مش متعب قد ما هو انا تعبت، لان انا شلت على ابني على ايدي وشغاله ازق واعمل الجو ده. ففعلا هو ده اللي اجهدني. انا بكلمكم وانا شغلت التلاجة وتمام جدا وحلوة جدا، بس لسه ما رصيتش الحاجة فيها، وحتى لسه يعني الساعة كام، الساعة 6:30 بعد العشاء، ما عملتش حتى اكل لولادي. فلسه فالموضوع مجهد مجهد، وخصوصا لو معاكي اطفال. هو ده بس، فعشان كده نصيحتي ليكي لو هتعملي الموضوع ده مش صعب خالص 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 خالص، بس اختاري وقت فعلا ولادك يكونوا فيهم نايمين، وخصوصا ممكن تعمليه في الليل بقى بعد ما تتأكدي ان هم ناموا. لكن انت تعملي زي فعلا هتبقي مجهدة زي ما انا مجهدة دلوقتي، بس مبسوطة، مبسوطة بالتجربة، مبسوطة ان هي نجحت في عز مثلا في ناس كانت مكسوفة كده، او في ناس اللي هو انا وانا قاعدة بعمل يا رب ما تكسفني، يا رب ما تكسفني، ما تشمت حد فيا. ففي ناس كانت مستنية ان انا اغلط كده، بس الحمد لله كنت قد المسؤولية، والحمد لله أنا دايما قد المسؤولية، دايما قدها. خدت تجربة جديدة. تمام، كنت خايفة، كنت خايفة جدا جدا، بس قلت ليه ما جربش. خصوصا الموضوع أنا كنت بشوف الناس وهي بيعملوه ما بياخدش مثلا ربع ساعة، طب ليه ما جربش لما الموضوع فعلا سهل جدا بجد. بس أنا بقى قبل ما أنزل الفيديو أساسا مش هينزل النهاردة، أنا هنزلكم الفيديو اللي أنا بتكلم فيه ده دلوقتي، يعني بعد شوية هيتحمل وتمام. بس رجاء نفسي في أمنية، أنا فعلا هبقى أول واحدة على اليوتيوب، أول ست على اليوتيوب تصلح تلاجة، تصلح تلاجة.
فليه؟ ليه ما تساعدونيش؟ ليه ما تدعمونيش؟ مش عايزة لايك وشير، لايك وكومنت بس، لا أنا عايزة شير على أوسع النطاق. فعلا لو شفتوا أنا فعلا أستاهل، يعني على تعبي يعني تدوني حقي وحق مجهودي والتعب اللي أنا تعبته، ففعلا تقدروا مجهودي، وفعلا أنا فعلا محتاجة شير على أوسع نطاق. لايك وكومنت وشير، بس ده اللي انا محتاجاه، لان فعلا من حقي، لان انا اول واحده ست على اليوتيوب تصلح ثلاجه، فيعني حقوق الملكيه زي ما بيقولوا محفوظه انها عصمه، فلو سمحتي ادوني حقي. تمام. حبيت اطلع يعني اتكلم معاكم في النقطه دي، واستنوا الفيديو نفسه كله، هيبقى بكره، لان فعلا مش هقدر امنتجه دلوقتي خالص ولا احمله دلوقتي، فاستنوني الفيديو بكره. وبجد مبسوطة ان انا عملت التجربة دي بجد، وبشكركم كلكم من ساعة ما نزلت الفيديو امبارح، بجد كل شوية ادخل اقرا التعليقات بتاعتكم، كنتش عارفة مدى الايجابية اللي انتوا اديتوها لي بصراحة، ومدى يعني تأثير كومنتاتكم الحلوة عليا، بجد 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 ربنا يسعد قلوبكم زي ما اسعدتوني، ويفرح قلوبكم يا رب، وتوصلوا كل حلم بتتمنوه. بجد انا مبسوطة فعلا ان انا نزلت فيديو امبارح، مبسوطة بتعليقاتكم جدا جدا جدا. فاستنوني بقى في فيديو تصليح التلاجة، هينزل بكرة ان شاء الله بإذن الله. والفيديو ده بجد كان رسالة شكر ليكم، وانا عارفة ان انتوا في ظهري، وان شاء الله هكبر بيكم، وعمري حتى لما هوصل عمري ما هنسى ان انتوا وقفتوا جنبي. ان شاء الله ده كان فيديو النهاردة، واستنوني فيديو جديد قريب ان شاء الله، واستنوني في تصليح التلاجة فيديو بكرة. باي باي.